مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم معنا في حلقة جديدة وفريدة من برنامجكم اللي مثل النجم ضاوي، برنامج خطاوي السلاوي. يلا بنشوفكم معنا اليوم اللي عم بتابعونا من خلال الكاميرا، كيف أنتوا صحيين معنا في الأمثال والألغاز. اليوم احنا مجهزين لكم مفاجأة رائعة مع جمهورنا الجميل اللي قاعد يتابعنا خلف الشاشات وموجودين معنا هون في المولات. يلا معنا على خطاوي السلاوي. ما شاء الله المنطقة عمرانية، خلينا نشوف الأستاذ هون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يسلمك سيدي. احنا برنامج خطاوي السلاوي على قناة طيور الجنة الفضائية. اهلا وسهلا يا سيدي. عندنا برنامجنا بتكلم عن أمثال وألغاز، أنت اجي حظك بمثل شعبي يا سيدي. المثل إن شاء الله يكون سهل المثل. يقول المثل: قلل كلامك أكمل المثل. قلل كلامك، شو بصير لما تقلل كلامك؟ والله صعب شوي. أبدا؟ يلا الله يعطيك العافية. تحفظ لسانك. تحفظ لسانك؟ لا أيوة. أحمد منامك. إيش؟ تحمد منامك. تحمد منامك؟ تحمد منامك؟ بنتك؟ لا مو تحمد منامك، لا للأسف. نشكركم نشكركم. بكبر مقدارك. حيوي الكلام ما قل ودل. مثلنا قلل كلامك. خير الكلام ما قل ودل. إشي ثاني، أما إحنا نقول قلل كلامك إيش تكملته؟ يلا يعطيك العافية، نشكرك معنا ونكمل. يعطيك العافية. برنامج خطاوي السلاوي على قناة طيور الجنة. شفتيه؟ شفتيه؟ كيف شفتيه؟ لسه ما نزل، حتشوفيه إن شاء الله. على كل حال بيقول المثل الشعبي: قلل كلامك ما تكثره، ما تكثر منه. إذا كان الكلام من ذهب مو هو المثل. إحنا عندنا مثل: قلل كلامك تكملت الجواب. إيش؟ خير الكلام ما قل ودل. هاي مثل ثاني، هاي غير هذا. يعطيك العافية. نتعرف عليكي. أهل مصري. أهلا وسهلا فيك. عندنا مثل شعبي بيقول في برنامجنا خطاوي السلاوي، إذا جاوبتي حتربحي معنا. المثل بيقول: قلل كلامك أكمل المثل. هو قلل كلامك بس يعني بالعامية خلنا نقول قلل كلامك. إيش تكملته؟ هذاك خير الكلام. أما إحنا هون قلل كلامك إيش بصير؟ تعرف هناك؟ قلل كلامك مو واضحة؟ يلا خيرها بغيرها وحنكمل عاد احنا معاه. تعرف منالك؟ تعرف منالك؟ اه. واللي ما عندوش منال ما بعرفها. مهما بح مش عارف والله. ابدا؟ لا والله. يلا الله يعطيك العافيه. حاول استعانه بالعائله بلكي ساعدوك. والله ما بعرف. تعي تعي. لا خافت والله ما بخوف عاد، بحاول اكون ما بخوف. تعال سلمي علي. سلمي عمو. ايش اسمها؟ دانا. الله يحفظها دانا. سلمي. سلمي عمو. خافت، هي شافت كل هالناس الموجودين. الله يعطيكم العافيه. نتعرف على حضرتك مهند سياد عبد الله. اهلا وسهلا فيك سيد مهند. أهلين. احنا قناه طيور الجنه الفضائيه. اهلا تشرف. بتتابعوها من ورا دانا؟ اه دائما. صح، هي اللي هي مغلبكم فيها. ما بتنيمنا. المثل بقول: قلل كلامك اكمل المثل. فيها مقداره. يمكن كبر مقدارك. لا قلل كلامك. ايش؟ ساعدنا شوي. اما ها تحفظ حالك يعني؟ تقريبا تقريبا، بس مش تحفظ حالك. قلل كلامك فاصله اكمل المثل. زيد حركاتك. زيد حركاتك. كثرت افعالك. كثرت افعالك. لا، قلل كلامك بصير معك نتيجه ايجابيه. هذا بنقول عن الناس اللي بيحكوا كلام كثير، بنقول لهم لا قلل كلامك. ما بين معنا؟ يعطيكم الف عافيه. نشكركم نشكركم نشكركم. السكوت من ذهب. اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. مثل ثاني هون احنا: قلل كلامك تكملته ايش؟ تحفظ مقامك. يعني قريب. يعني قريب. طيب. قريب بس مش هي. ايش هي؟ مش هي الجواب. هي؟ لا ما بنقدر نجاوب لان لسه ما حد جاوب. ارفع يدي. فرصه سعيده. هناك عخير. الله يعطيك الف عافيه. قلل كلامك يكثر احترامك. قريبه منها. قريبه. يزيد احترامك. قريبه قريبه كمان. هم كلمتين حلوين. قريبه منها. من كلام هذا. قلل كلامك ايش يزيد احترامك؟ او هي الجواب الاحترام جاوبه، لكن مو هو الجواب الصحيح. في عندنا جواب ثاني. ايش هو؟ ما وصل معانا السؤال. قلل كلامك. قلل كلامك فاصلة كلمتين. ايش الكلمتين؟ قلل كلامك يزيد احترامك.
مش يزيد احترامك. قلل كلامك. قلل كلامك. أكمل المثل. يأمن منامك. تأمن منامك. تأمن منامك. منامك كل قريبة مش ملامك. تأمن. تأمن ملامك. تأمن ملامك. نعم. ألف ألف مبروك ربح معنا الاسم السيد أيمن ربح معنا الجائزة قلل كلامك تأمن ملامك. طبعا هي كانت هي الجواب الصحيح. ألف مبروك إن شاء الله. إيش ربح معنا السيد أيمن؟ خلينا نشوف. بس ربحت معنا 9 جوائز. الجائزة الأولى مقدمة من شركة الحياة الطيبة للسياحة والسفر في شارع الجاردنز. تفضل بس شوف لنا إيش الهدية الموجودة فيها. رحلة سياحية لشخص واحد لمدينة العقبة السياحية. ألف مبروك. مقدمة من شركة الحياة الطيبة. ألف مبروك. بكفي؟ طيب ممتاز. ما بكفي لسه لأنك أنت معانا. ألف مبروك وربحت معانا كمان من بصريات الخريسات نظارة شمسية بقيمة 50 دينار. بصريات الخريسات جبل عمان دوار. نعم. أي دوار الثالث. وكمان ربحت معانا الجائزة الثالثة من ساجدة كيدز لينال. ألف مبروك يا ينال. قسيمة شراء بقيمة 40 دينار من ساجدة كيدز. ولسه بعد معانا ما خلصنا. بكفي؟ لا والله ما بيكفي. يعني هذا شيء اسمه جميل بل رائع. جميل بل رائع. يا عيني عليك انت الرائع. كمان ربحت معانا من عبدون مركز عبدون للاسنان بقيمه 50 دينار. نعم. علاج وفحص للبشره وللاسنان. اشوف اسنانك يا عيني. لا بحاجه معناته العلاج اسنان. الف مبروك. والشيء الثالث من قصر القيصر الصغير 3 وجبات لثلاث اشخاص بيتزا من القيصر الصغير للبيتزا. الف مبروك. وبعد ما خلصنا كمان بعد ما خلصنا معانا من عالم الالعاب. الف 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 مبروك لايش اسمه ينال. الف مبروك ينال. امسك 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 امسك. هذا سياره سبايدر مان تعرفها من عالم الالعاب على دوار الواحه موجودين في شارع الجاردنز. وخلصنا خلصنا. لا بعد ما خلصنا وين لسه بعد. قسيمه شراء من السي تاون بقيمه هذه بقيمه 20 دينار 40 دينار 40 دينار. الف مبروك. وبعد كمان ما انهينا. وكمان انت موجود وينها حاليا؟ احنا موجودين بكارفور. باي مول؟ بسحارة مول. سحارة مول. ايش عندهم مدينة العاب معروفة؟ نعم. اسمها شاركيز. شاركيز تاون في سحارة مول في عمان. الدور الثاني. الدور الثالث اللي هو شارع الاردن في ابو نصير. الف مبروك. والهدية الاخيرة ختامها مسك ومسك الختام من مركز الفرسان للاعمال الفنية 16 مجلة من مجلات طيور الجنة. كيف نتوضأ؟ كيف نصلي؟ وكيف نرسم الرون والألعاب والأرنب والثعلب؟ ألف مبروك سيد أيمن. أيمن سيد أيمن الله يحييك. كلمة توجهها لطيور الجنة. أول شيء كلمة وجهها لطيور الجنة. طيور الجنة اسم لحاله مسمى يعني طيور. بتمنى لهم دائما يضلوا طايرين يا ربي بالجو. تمام. ويفرحوا أطفالنا ويفرحوا أولادنا. انبسطت يا ينال؟ كثير؟ كثير. الله يعطيك ألف عافية. نشوفكم على خير. ألف مبروك. إذن كان صديقنا وحبيبنا أبو ينال هو الفائز في برنامج خطاوي السلاوي في الفقرة الأولى في فقرة الأمثال. قلل كلامك تأمن ملامك. دير بالك وديري بالك الكلام إذا كثر حيسبب لنا كثير مشاكل. فقلل كلامك تأمن ملامك. ويلا نكمل مع الألغاز على خطاوي السلاوي. ومن الأمثال الشعبية إلى الألغاز الحلوة والسهلة والقوية في برنامجنا برنامجنا الضاوي مثل القمر ضاوي برنامج خطاوي السلاوي. يلا نكمل. خلينا نشوف القسم اللي انت فيه. عفوا حضرتك ايش نتعرف عليه؟ معك مروان الحتاوي قسم الدلي. يعني الله يحيي. قسم الدلي عجبان والبان. تمام تمام. اهلا وسهلا فيك. احنا قناة طيور الجنة الفضائية. شرفتونا. اهلا وسهلا للاطفال. وبرنامجنا برنامج خطاوي السلاوي للامثال والالغاز. حياك الله. اليوم فقرتك هي فقرة الغاز. الغاز. بما انك انت بالاشياء ولغزك ترى قريب من الشيء اللي احنا بنطرح فيه. تفضل. اللغز تاعنا بيسأل ما هي المدينة التي لا يطحن فيها الطحين ولا يموت فيها ميت؟ مدينة التي لا يطحن فيها الطحين ولا يموت فيها ميت. الله هذا مثل ما مر علي. مو مثل لغز. لغز ما مر علي. مو صعب؟ صعب. يلا الله يعطيك العافية. وتعالوا خلونا نكمل ونشوف كيف ممكن نوصل لحل لغزنا اللي موجود معانا. السلام عليكم. يعطيك العافية. نتعرف عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. من؟ مقريات. اهلا وسهلا فيكم. اهل القريات واهل السعوديه. قناتنا اسمها قناه طيور الجنة الفضائيه. بتابعوها بالسعوديه؟ نعم سامح. معروفه ها. احنا عندنا برنامجنا اليوم بتكلم عن الغاز. برنامج خطاوي السلاوي. عندنا لغز نسال عن مدينه. ما هي المدينه التي لا يطحن فيها الطحين ولا يموت فيها ميت؟ والله هذا غششنا. وين عاد؟ ما فيها غش ان شاء الله. ما يطحن فيها الطحين. مدينه لا يطحن فيها الطحين ولا يموت فيها ميت. يا ساتر.
والله درني ما اعرفها يا اخي. يلا خير ان شاء الله، فرصه سعيده اللي شفناك فيها. كوالالمبور. ما بعرف. بموتوش اللي في كوالالمبور. راحوا فيها هذيك المره. والله مر علي بس ناسيها يا اخي للاسف. تذكر. صدقا مر علي بس ناسيها للاسف والله. كان بدي انك تجاوب. والله انا عارفها بس ناسيها. نتعرف على الشاب. اهلا وسهلا. الله يحييك. يلا بعد ما تكمل بس على الشاب. ما اعرفها والله ناسيها. يا سيدي فرصة سعيدة، فرصة سعيدة اللي شفناك. نتعرف عليك اول شيء. ريم. ريم. والصغيرة؟ سارة. سارة اهلا وسهلا. حضرتك بتكوني لها؟ خالتها. خالتها الله يخليك. والصغير النايمة شاء الله. بس على ايش نايم هذا؟ نايمة. بس البيض يا حرام لو تشيلوا عنه شوي. طيب يلا خير. بما انه احنا بنحكي عن البيض وعن الاغراض وعن الاشياء، نسأل عن ما هي المدينة؟ خلينا ألف أنا من هون حتى أكون أنسب. غلبتك وغلبتهم. ما هي المدينة التي لا يطحن فيها الطحين ولا يموت فيها ميت؟ هلا ما فيش مدينة في زي هيك، لأنه الطحين أوريدي مطحون والميت أوريدي ميت. اللي جابها هاي من وين صحيحة؟ والله من راسي. متأكدة منها؟ والله يس. طب كيف تأكدت منها؟ إنه الطحين أوريدي مطحون، فكيف ما نطحن الطحين والميت أوريدي ميت، كيف بده يرجع يموت مرة ثانية؟ والإجابة 100% صحيح. ألف ألف مبروك. ألف مبروك. نعم الإجابة كانت بتقول لك إنه الطحين مطحون، من وين نطحنه؟ والميت ميت، كيف نموته؟ فهي نعم كل المدن لا يطحن فيها طحين ولا يموت فيها ميت. ألف مبروك يا ست ريم. ريم ربحتي معانا 9 جوائز مشكلة من مجموعة جوائز مختلفة. أول جائزة هي عبارة عن من مجوهرات الكردي في عمان مكة مول. الطابق الثاني تفضلي افتحيها وشوفي لنا ايش هي. هذه عبارة عن سنسال وتعليقة من فضة من مجوهرات الكردي. ألف مبروك. هذا واحد. اثنين الهدية الثانية اللي ربحتيها معنا، ربحت بتعرفيها؟ هاي أمها. أنت أمها بتقول لي أنا خالتهم. قلت يا ما شاء الله الخالة الوفية لأبناء أختها. بس ما شاء الله إنه ما ميت أوردي ميت والطحين أوردي. هي سمعتنا وإحنا عم نسأل المثل فإجت مباشرة جابت. الله يعطيك العافية. الجائزة الثانية اللي ربحتيها معنا هلا بتشوف اللي بناسبك حتاخذيه من شركة تايجر الإلكترونيات ريسيفر تايجر. ألف مبروك. الجائزة الثالثة كمان ما خلصنا من ساجدة كيدز، تسوق بقيمة 40 دينار للأطفال الحلوين من ساجدة كيدز في ماكسيم مول وفي إربد. ألف مبروك. الجائزة كمان هلا كم سنة؟ 3. الرابعة من مركز عبدون للأسنان على الدوار السادس بقيمة 50 دينار علاج ومراجعات، إذا بتحب تروحي برضو تشوفي على أسنانك تشيك عليهم. ألف مبروك. والجائزة بعديها من القيصر الصغير للبيتزا، قسيمتين لوجبات بيتزا. ألف مبروك. والبنوتات الحلوات ربحوا معانا من عالم الألعاب الباربي الجميلة دقيقة شوي. وإيش كمان؟ وهدية تانية كمان اللي هو صياد السمك مش عارف أمسكهم عالم الألعاب. تفضل تفضل يا سارة. صحوها صحوها الصغيرة ولا خلص الله والله نيالها نايمة ولا هداري عن الموضوع. من عالم الألعاب على دوار الواحة في شارع الجاردنز تويز وورد. والجائزة قبل الأخيرة، لا والله لسه بعد معانا كثير. تفضلي عدي معاها كم هدول قيمتهم. قسائم شراء بقيمة 30 دينار. 30 لا أكثر. 20 10 40. قديش؟ 40. شفتوا كيف فازت بالجائزة؟ معروف عدتهم صح. بقيمة 40 دينار من سي تاون. ألف مبروك. ومن المنطقة اللي احنا فيها في صحارى مول، من شاركيز لاند عفوا شاركيز تاون في صحارى مول في أبو نصير. ألعاب للأطفال بقيمة شحن بقيمة 20 دينار. ومسك الختام من مركز الفرسان للأعمال التجارية والفنية، ربحتوا معنا 16 مجلة من مجلات طيور الجنة، الأرنب والثعلب والكامبينج وكيف نتوضأ ونتعلم قرص ملون خليهم ينبسطوا فيهم. وألف مبروك معنا. كلمة وجهها لطيور الجنة. والله طيور الجنة قناة كتير حلوة ودائما هم بس يجوا عنا، أنا يعني بيجوا عنا على البيت وهيك دائما طيور الجنة. لأنك كنت بالجائزة؟ لا والله عن جد دائما حافظين كل الأغاني إحنا الكبار. يلا ألف ألف مبروك. واستمعنا. الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية وجهدكم مشكور وواصلوا التقدم تبعكم بإذن الله. بإذن الله أشوفكم على خير. بعد إذنك بس ساعديها فيهم بلاش. يلا ألف مبروك إن شاء الله ونشوفكم على خير. إذا حبايبي الحلوين إحنا وياكم ما زلنا مستمرين حلقتنا لهذا اليوم، تم ختامها. شوف 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 شو عملت، شوف شو عملت في البنوتة، راحت فعصتها يا حرام يا حرام البنوتة طلعيها. إذا ما زلنا إحنا وياكم مستمرين إن شاء الله، وللخطاوي شادين ومعاكم ماشيين حتى نشوف كيف برنامجنا اللي فيكم منور وضاوي برنامج خطاوي السلاوي. حلقة جديدة معاكم بإذن الله غدا، نراكم على خير. السلام عليكم.